الصيد اليوم احتاج الى كمية كبيرة وسوف ادفع لك سعرا جيدا. لا وقت لدي، انا مشغول، مشغول جدا. ذلك الرجل جشع جدا، لقد اعطاني اقل سعر في القرية في المرة الماضية، يجب ان اسرع. انا عصام، وقد جئت الى مدينة النهر وامضيت فيها 10 ايام حتى الان، وانا مرتاح هنا لاني وجدت بعض الاصدقاء. أنا مؤلم. لماذا تفعلان بي كل هذا؟ آسف، انضم إلينا في لعبتنا هذه لتشكيل فريق واحد ومهاجمة قلعة الأعداء. ليس الآن، أنا مشغول. عصام انتظر. ماذا ستفعل بهذا الطوف يا عصام؟ لا أحد يشتريه مني. سوف أبني كوخا صغيرا بهذه الأخشاب. كوخ؟ لن تستطيع ذلك. بلى، سوف أبني كوخا على هذه الشجرة. هذا رائع. قرأت قصة أشخاص يتعرضون للغرق، يصلون إلى جزيرة غير مسكونة ويصنعون بيتا على شجرة، ثم يحاربون القراصنة المهاجمين. هي هي، إنها شجرة مناسبة جدا لبناء كوخ، والأهم من ذلك أنها تطل على منظر جيد. في مثل هذا الوقت من السنة تزداد مياه النهر وتجرف معها الكثير من الأشياء، وأحيانا تجرف المنازل أيضا، لذا نجد على الشاطئ الكثير من الأخشاب الجيدة. سوف أجمعها كلها وأصنع كوخي، لأنني قررت البقاء هنا فترة من الزمن، وبذلك أتمكن من اللعب دائما مع ماهر وسامر. هيا عصام، سوف تسمح لنا بالانضمام إليك طبعا؟ ها؟ لا أعرف. عصام؟ لا يمكن. عصام؟ عصام؟ يمكنكما الانضمام إلي، ولكن يجب أن تقوما بعمل جيد. ياهو! عصام، أقصد كابتن عصام، ماذا سنفعل الآن؟ حسنا، إذن أمركم بجمع الأخشاب أولا. حاضر كابتن. انظر إلى هذا العشب، إنه لذيذ. أصبحنا نملك ما يكفي من الأخشاب لصنع الكوخ. ضابط الملاحة عصام، رئيس المهندسين سامر. حاضر كابتن. سنعود إلى هناك بعد ظهر غد، وأنا أمر ضابط الملاحة عصام لمراقبة هذا المكان أثناء الليل، موافقان؟ حاضر كابتن. بطريقة ما أصبح ماهر الكابتن في النهاية. طريقة لفظ ميسيسيبي هي مي سي سي بي. ميسيسيبي. مي سي سي بي. ميسيسيبي. مي سي سي بي. ميسيسيبي. من أطلق الصفارة؟
ما هذا؟ دعني أرى. لا أستطيع سماعك جيدا. هاي ماهر، دعني أرى ما بيدك. عفوا سيدي. ما بك عبود؟ يوجد مع ماهر شيء ما مؤكد. ماهر، أعطني الذي تخفيه وإلا عاقبتك. حسناً، إلى العقاب. تعال معي، تعال إلى هنا. أمسك الطاولة. جيداً أنك احتملت العقاب ولم تعترف للأستاذ. أجل كان رائعاً. حسناً، لنقطع الأخشاب متساوية بطول 7 أقدام. أنا سأهتم بالأمر. سامر وضع علامة على الأشجار. سوف أقطع المزيد من الأغصان. استعدوا. الآن سوف أرمي حبلا من هنا، ما رأيكما؟ لنصنع برج مراقبة في الأعلى. وحجم الغرفة يجب أن يكفينا نحن الثلاثة. هاي تماما، يجب أن نستوقي هنا ثلاثتنا. إذن يمكننا البقاء هنا. لا أطيق الانتظار. أنا أحلم أن أكون ربان سفينة تجارية. ميناء فخم وأنطلق بالسرعة القصوى. أريد أن أكون مهندساً، بل طبيباً لأساعد أمي على الشفاء من مرضها. عصام، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ ماذا؟ أنا؟ لديكما زائر. زهرة! زهرة، أليس رائع الجمال كوخنا؟ في الواقع، كنت أمر من هنا. بناء كوخ ليس أمراً مهماً. يجب أن أذهب الآن. ماذا؟ زهرة، انتظري أرجوك يا أنسة الجميلة. أنسة الجميلة، لقد تعرضت هذه المرة لحادث غير متوقع. السفينة تحطمت وجرفتك المياه إلى جزيرة مهجورة، ولا أعتقد أنك مرتاحة الآن. هؤلاء الخدم سيبنون لك قصرا. أرجوك انتظري، انتظري زهرة. هذا يجعلني أبقى. صنعت لكم شطائر لذيذة. هيا زهرة، انتبهي. هذا مكاني أنا، سوف أجلس فيه، إنه يناسبني جدا. طبعا يا عزيزتي. ماهر ماهر جدا في اتقاء الكلمات الحلوة، وهو بارع أيضا في اللياقات. ماهر يشرك هذه الثرثرة معنا وهي لا تفيدنا بشيء، يبدو أنها ستسبب لنا المتاعب. هاي عصام، لم يعدن لنا مسامير. هل استخدمنا الكمية كلها؟ استخدمنا كل المسامير التي وجدناها، لم نكن نظن أن كوخا يأخذ هذه الكمية. لا خيار لدينا، سوف أبحث عن غيرها غدا. ضابط البحار عصام، أمرك بالبحث عن مسامير أثناء غيابي في المدرسة. حاضر كابتن. كوخ فوق الشجرة. عبود، زهر هناك. ياب، أصبت. تبا. كل المسامير هنا ملتوية. رائع رائع، هذا جيد. هاي هاي هاي، هم
مسامير نظيفة أريدها. أنا لم أفعل شيئا، إنها جميلة جدا. ماذا تريد أن تفعل بي؟ لا تتدخل في شؤوني، كنت أنظر فقط كما أني غير مهتم. ولد مشاغب. تبا. هاي سامك، التوت ثانية، لن نستطيع إنجاز شيء هكذا. هذا لأنك تصدقها بطريقة خاطئة. أنا شخصيا أدوخ المسمار فلا يلتوي. جرب ذلك. انكسرت مسامير رديئة. هاي ماهر، لو رأيت وجه العمة ليلى. يبدو أنهما منشغلان بالكلام عن العمل. أريد مسامير جديدة هنا. لن ينجح الأمر بهذه المسامير مهما حاول. أحضر لي بعض الصيد يا عصام، أحتاج إلى الكثير. أجل. اسمعوني جيدا، نستطيع شراء مسامير جديدة. وكيف ذلك عصام؟ كأني سمعت صوتا. كان عندي ثلاثة. عبود، ألم ترى أحدا يخرج من عندي الآن؟ ربما كان عصام يا أبي. عصام، هل تقصد ذلك الولد المتشرد؟ أجل، أنا مشغول الآن. هو الفاعل، لابد أنه هو. عصام سامر، انتظروني. هي ماهر، نحن أيضا نصنع كوخا، ما رأيك؟ ماذا؟ سرقت الفكرة منا؟ أنت لا تعرف أن تستنبط شيئا يا عبود. كنت أفكر بذلك قبلك، لذا هي فكرة أساسا. على أي حال، ستهدم الرياح كوخكم الآن وسوف ترى أيها المغرور. كوخكم مثل قفص الدجاج. أنت البادئ. حقا؟ وماذا ستفعل؟ ماهر؟ عبود؟ ماذا تفعلان؟ هل تتقاتلان؟ في الواقع كم أكره المتقاتلين. ها؟ لا كنا نلعب لعبة جديدة، صح أبو؟ عجلة. حسناً إذا. حسناً زهرة، هيا بنا. والآن هل تريد أن تقول شيئا؟ لا. لا أحد هنا. هذا جيد. هل أنت متأكد أنه سيشتريها؟ سمعت أنهم سيقدمونها وجبة العشاء في الباخرة. ضفادع. زهرة، ضعي الضفادع التي نلتقطها داخل الكيس. لا أستطيع أن أمسكها. هذا سهل، ما عليك إلا أن تمسكي ما نرميه إليك من ضفادع. قلبي رقيق ولا يقوى على تحمل ذلك. إذن اذهبي الكوخ وارتاحي هناك. هيا اذهبي. عصام، يا لهم من متوحشين. أنا الأول. وأنا الأول. التقطتها.
سوف نملك هذه المسامير قريبا جدا. هذا مؤلم، لماذا ضربتني؟ هات المسامير التي سرقتها أيها اللص. أنا لم أسرق شيئا. هل تريدني أن أعاقبك؟ انتظر، ما الذي سرقه منك عصام يا سيد؟ عصام آخر وأن يفكر بالسرقة. صحيح، مهما قلتم أعرف أنه سرق المسامير، لكن لماذا تدافعون عن هذا المتشرد؟ لماذا تدافعون عن هذا؟ ليس صحيحا، ما هو الدليل على ذلك؟ عصام ليس لصا، لكنه متشرد. انتظر، لا تدعه يفلت. أمسكوه حتى أنت يا ابنة القاضي تدافعين عن فتى مثله. هذا لا يطاق، كان عصام يلتقط المسامير المستعملة ليصنع كوخا له، ومن المؤكد أنك رأيته ينظر إلى المسامير في متجرك. أجل، أنا متأكدة عصام أراد شراء مسامير جديدة من متجرك، لذا حاول صيد الضفادع وبيعها إلى مطعم السفينة لجني المال الكافي ثمن المسامير. عبود تعال. أنا لا أهتم بمن يدعوني لصا، لأني اعتدت على كلامهم، ولا أبالي بمن يقول عني متشرد، لأني أعيش حرا طليقا. أنا أقرر كيف تكون حياتي، لكني لم أسرق شيئا أبدا أبدا. يمكنك الذهاب الآن، لن أصطاد بعد اليوم أبدا. ماهر تعال كل. غريب، لماذا لا يرد؟ كان يهجم على الطعام. اليوم أيضا حضر وقميصه متسخة. ماهر ماهر، عصام ليس لصا، لماذا يعتقد الكبار أنه غريب الأطوار؟ على أي حال، أين ذهب يا ترى؟ عصام! 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 لم أجد. أين هو؟ ربما يكون قد رحل عن القرية. أنا هنا. عصام، هيا لنبدأ بصنع الكوخ. ولكن أين الضفادع؟ صوتها كان مزعجا جدا، لذا أطلقت سراحها، وسوف أحضر مسامير جديدة من مكان آخر. هيا. عبود، عبود، ماذا حدث؟ آسف، أنا الذي سرقت المسامير. طلب مني والدي أن أعطيك هذه العلبة. عبود أنت؟ لقد سلمتك إياها يا عصام. عبود تعال إلى هنا. عبود 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 عبود. ماذا بنى الصغار؟ كوخا فوق الشجرة، كانت فكرتي المفضلة وأنا صغير. اكتمل كوخي تماما بعد 3 أيام. عصام! في الواقع عصام!
لهذا السبب كوخي لا باب له، ولكن هذا جيد، فبذلك يتمكن الجميع من الدخول والخروج في أي وقت.